نعم. يا شيخ، ذات يوم صليت صلاة المغرب. ايش؟ صليت صلاة المغرب. نعم. وفاتتني ركعة، الركعة الثانية نسيت دعاء الاستفتاح. يوم قمت الثالثة تذكرت وقلته، هل لي سجود سهو؟ لا، أولا بارك الله فيك، دعاء الاستفتاح في صلاة المغرب وغيرها ليس بواجب، سنة، وإذا فات فات. يعني لو مثلا شرعت في الفاتحة أول ركعة قبل أن تستفتح فلا تعود وتستفتح، لأن هذا سنة فات محلها. فهمت؟ فهمت زي ولا لا؟ أجب. أقول فهمت ولا لا؟ ها؟ أي. أقول الاستفتاح سنة ليس بواجب، فإذا نسيته حتى شرعت في القراءة سقط، ولا حاجة تعيد. نعم، ولا حاجة تقول. وكذلك لو لم تذكر إلا في الركعة الثانية لا تقول. فهمت؟